3%، حرام كده. اذا الجبح الطيره فيه تمام، شو بصير يعني ضياع ما بيعطي دنيا. هذا ايش السبب؟ غلطنا تفجيره كمان. كنا عاملين تدريب عن السبب هذا، وفي طريقه تفجيره وفي نار على الغرفه الرابع وفي كل يوم شغلتها بسيطه جدا. هذا سبب هام وغير سبب، انا احكي بالاخير كمان انا تفصل فيه. في عنا شو العيارات غلط؟ ولد وزنه 5 ليات لازم تعطيه ضغط 10 بالجهاز. لازم تعطيه ضغط 20. خديج وزنه كيلو بتعطيه ضغط 10، وزنه 12 حسب العيارات الحقيقية. قلت لك يعني ضغطت ايدك هي والضغطه، انت ما لازم تضغطي طول العمر، بس نبهتيه شو تحطيه على الفنتليتور، هي ما بتحطيه للعاب. نحن النظامات المستقبل عند الاطفال نظامين، اما حجمي او ضغطي. عن تحت السنتين دائما ضغطي، ما في شيء اسمه حجمي. ضغط نظام الضغط، الضغط بين 10 و 20. تحت السنتين دائما نظام ضغطي. المنافس في عندنا عده انظمه فيها، اي بدها تدريب خاص بدها تكون شغل التعقيد بتكون فيها المنافس، في عندنا 5 انظمه. النظام الضغطي تحت السنتين، بصير اولادي كلهم يستخدموا نظام شو؟ ضغطي، حتى بالازيات العصبيه بيقولوا استخدموا نظام ضغطي بين موضوع الخلاف بالجراحه العصبيه، بس نحن تحت السنتين ومعظم اللي بننببهم نحن ايمت؟ حديثي اولادي تحت السنتين نظام ضغطي. المنفذ بتعطينا نظام ضغطي، حيط العيارات غلط. حديث الولادة بده أضعف المرات تنفسه؟ 40 يا 60. قال ليش نحط له عدد مرات تنفس؟ 40. حضرتك شو حيطي له 20 عدد مرة تنفس؟ بالمنفسي. الولد كوما مصبط. تمام؟ ما ندخل بالتفاصيل، هي بالولد بياخذ تنفس عارفين بيعطيه دعم سيباب. نحن عم نقول الولد مصبط ما بياخذ ولا نفس منه. بس ايام الولد لا يدخل بقصور تنفسي. وبتتذكروا نحن حكينا ما بدنا نستنى ليوقف نفس الولد لننببه، ان علامات قصور التنفسي حكيناهم 60 7.3. وبتتذكروا هون البي او 2 والبي سي او 2 قلنا 45 و65، بس نحن وحدناهم على 60 قلنا، والبي اتش تحت 7.3 هذه علامات قصور تنفسي. خلص طبيب الولد ما تستني، نحن عندنا الخطا الشائع بمجتمعنا شو بصير؟ ما بنقول الولد يا ايمن لا يوقف نفسه ما تتاذى دماغه خلص، لا بس شوف عنده علامات قصور تنفس هذول غازات دم ليش ما عندك؟ نشوف سي او 2 اكثر من 60 يا جماعه، البي او 2 اكثر من 40 اعتبره اقل من 60. الولد ما يدخل قصور تنفس بيعطيه دعم تنفس، الاكسجين معك حساس، بدي عنده درجه ثالثه كما صح كنا في درجات زلة التنفس يا جماعه بالفحص. مين يعمل لنا درجات الزلة؟ طلع سيدنا الشارع كم درجه؟ ندى 4 100 صلحي لك الدرجة الأولى شو هي؟ عندنا درجات، درجة أولى ثانية، قلنا أولى ثانية صار بده قبول مشفى، ثالثة رابعة صار بده عناية مشددة، عيديهم. أيوه. أيوه. زرقاء أو توقف تنفس أو كوما. مثل اسم كوما، عيديهم. الدرجة الأولى تسرع تنفس، مثلا حديث ولادة نفسه بده يكون ماكسيموم 60 شو صار؟ 70 80. الدرجة الثانية سحب بكل أنواعه ورفيف خنبتي الأنف، الدرجة الثالثة صار أنين وطحة، الولد في عم يلقى يعني. راي يموت. الدرجة الرابعة الزرقة المركزية أو توقف تنفس أو دخل بكوما وسبات. الدرجة الأولى ثانية هذا بس جاي الدرجة الأولى ثالثة تجي المشفى. ولد بسرع نفسه. هذا بس بابات قبول مشفى، هي بتشوفونا نحن اول ما يدخل مريض يا ندى ايش نعمل له قبول؟ ليش عم نعمل قبول؟ وشفنا عنده تسرع تنفس خلص نيمناه، سور الصدر قبول ما بشوف عم نعمل قبول نحن ليش؟ كنت تسرع نفسه خلص هذا قبول مهما كان نقبل صار قبول مشفى هذه، درجة أولى ثانية تنيمين مشفى، ما تبعت تعرف كيف؟ ليش؟ لما الدرجة الأولى تتطور الدرجة الثانية، لما الدرجة الثانية تتطور الثالثة وكانت الرابعة والرابعة الجبالية. مكياس سجل تمام؟ قانون مساعدة طبية غير موجود، كل دول العالم موجود. بالخليج بس مات مريض بيشتكوا على الدكتور. خلص. بيمنع من السفر والمغادرة لا تنحل قضيته. طلع سياحة بالسعودية 20 سنة ممنوع المغادرة السعودية لا تنحل قضيته. ليش مات المريض؟ جيتوا لأنه 3 ملايين ريال.
اذا ثبتوا عليك الخطا بتدفع 3 ملايين ريال دكتور، اذا خطا طبي اذا مقصود فيه قطع راس كمان. تمام المريض هي ما سياره بصراحه ما ضبطت رجل بطلع الفلانيه، بطلع الفلانيه صار متشبه المريض مظبوط ولا لا؟ انا بروح عند مصلي ظبط لي الموبايل بروح البيت ما ظبطش مظبوط؟ صلح المروحه بعد يومين ترجع تتشرب بس هنيك المريض انا ما هو قطعة الكترونية مبدلة وكذا، المريض مات درجة انت عارف وش درجة ما تنيم المريض ما تنيمين. تمام؟ الدكتور عليه مشاكل ما حدا يعمل له تأمين، كل دول العالم في تأمين طبي. تدفع الشراء 1000 ليرة بالشهر بحموك في شركة تأمين، صار معك مشكلة بشيلوك بالتأمين. ايش شو؟ مسدود. تمام؟ في ليك عندنا مفقود حجمه صغير. تنبوط طائر من محله هي كيف يشوفها؟ الولد عم ياخذ نفس عفوي شوي عم يشوفك هذا صرتم حاسبينه واشتغل بيجي بحط سماعاتنا في شوي اصغار بس ما هو الانبوب ما بتعرف الانبوب ولا لا؟ كثير شغله بسيطه دائما بتفصلوا على المنفسه وبتنفخوا يدوي بتسمعوا الاصغار تمام؟ شفتوا الطرف اليمين اكثر معناتها الانبوب هو محله عم تنفخي ما بتسمعي اثناء التنفيخ معناتها الانبوب وين رايح؟ حط بسمع بالمعدة وين انبوب بالمعدة الولد عم ياخذ نفس عفوي يكون انبوب كثير طالع من محله كثير بنشوفه انبوب مبلوز او الانبوب مسدود ملام وفرزات الممرض بعد 12 بالليل كذا طب نفصل من العوبي عين راسه نايم كرف الباب له مقلوب فني العناية يا جماعة العناية بنتي هي قاعدة ذهبية العناية بتمريضة وليس بالدكتورة ليش؟ عناية مو بالدكتور، الدكتور بحط عليها رقم، بحط زوج بيمشي، مين يراقب الولد؟ مين يغسل له حصباته؟ مين ينتبه عليه اذا صاحب تشوفه الممرض. تمام؟ ممرض العناية في كل دول العالم اجرته أكثر، بدأ تدريب خاص. ما بصير يجيب أي واحد يتوظف عناية، بيعرف ينبه، يعرف يغسل حصبات، يعرف يغسل كسيف شو كان عندنا ممرض ما في منه ولا بطل، بيعرف يشتغل كل شيء، بأمن، أنا كنت بس أيام المشافي الخاصة بعرف إنه هي الممرضة خلاص بأمن فيها. المشفى الثاني موظف الممرض طلع لي أنا بعطي عناية، لأنه كل البلاد هذا ما بتعرف العناية بمين؟ تمريضة، تمريضة يكون كثير واحد. أنا هذا طفل لا من تبه ولا من ولا مع أمه ولا مع أبوه. بيموت ما بتحس عليه، محطوط على المنفذ. تمام؟ قاطع الكهرباء، هي بتقطع الكهرباء ثواني بترجع بتجي الجهاز بيشتغل بسرعة، ايش بده يرجع؟ مضبوط؟ طبعا المكيفات بالمشفى ثواني بيرفعوها، كل المكيفات شغالة بتفصل. إذا ما رجعت شغالته ما بيشتغل. طيارات زيادة. عمره جمعة حطيت له ضغط 30 ما شاء الله. من بعد طلع هواء برا منين بعرف الشخص هاي؟ بالقول باللمبة تشوف ايوه وشغلة اهم هي صورة الصدر شو بنشوف الرئة لونها؟ سود تمام شو بنعمل؟ تفجير بالابره ها بالابره الورب الرابع من امام تفكسو ابره شي مرة ما عملتها تفجير ما عملتها تفجير شغلة كثير بسيطة تمام هي السبب الاخير بس الاهم الاسباب الاولى شو هي؟ اما الماكينه او الفنتليتور العيارات الليك الانبوب انسد الحجم الضائع والاخير هو السبب الاخير هو المريض صار عنده فقدان حجم دخل صدمه تمام السيركوليشن تبعه قليل نعود نتعطيه مناطق محاليل هرمونية بسموها لينكر لاكتات البومين تمام المريض مظلوم الطفل انصدم تمام عم تعطيه وتنفيذين كل شيء نظام ما عم تستكشفه هذا مظلوم طلع الطبيب القلبي له اصوات القلب تبعته شوف نبضه صار خيطي وسريع علامة ايش؟ بيدخل في صدمة قلبية او صدمة طقس حجم او هي حتى صدمة قلبية حطوا فيزيولوجيا مرضية التمييز بين صدمة نقص الحجم وصدمة القلبية وصدمة العصبية ثلاث أنواع من الصدمة، لو درستوا فيزيولوجيا مرضية أعطيتوني ولا ما أعطيتوني إياها؟ الكل؟ أعطيتوا ثلاث أنواع من الصدمة؟ أي نوع من الصدمة يمكن يعمل نقص أكسجين، يحسن الصدمة، صدمة قلبية بالقويات القلبية، صدمة نقص الحجم شو بتعطوها؟ صدمة نقص العصبية مع تمام؟ إذا الولد مصدوم انت ولد ما بتحسن كل شيء طبيعي تشيله دفشه سيروم من 20 مللي على الكيلو او نقل لك لا تمام؟
بس عند الاطفال نادره، عند الكبار هي الاشجع، ولا الاطفال دائما السبب هو تنفسه. بس احيانا يكون مرض نادر عشان عنده نزيف دماغي، خضابه نادر، فتحسين الخضاب تحسين الخصبه يتحسن السيركوليشن عنده، يتحسن الاكسده. واضح؟ تحصل نفس الشيء دوبامين. احيانا خضم القلب شو بنعطي دوبامين، الله عندنا طب العينيه الله بما يجي نحط له دوبامين، دوبامين 10 مايكرو على الكيلو، ليش بحسن من درجه القلب؟ 5 الى 10 مايكرو جرام على الكيلو بالدقيقه، هي جرعه الدوبامين. ما تحسن ما في دوبروتكس الدوبامين، هذول الفوليات القلبيه. ما تحسن في انسان ادرينالين وريدي. ما تحسن خمس دقائق للصلاه ومدري يعني ايام الطب جاجز تمام؟ يعني احنا عندنا ليفل اول هو العياده، ليفل ثاني المشهد، ليفل ثالث.